قال السفير ماثيو تولر إنه متفائل بأن الفصائل المتحاربة في اليمن يمكن أن تتوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة، وذلك في حال إذا ما تمكنت مجموعة واسعة من الممثلين أن تجتمع خارج البلاد ودون تأثير من أطراف خارجية مثل إيران. تولر قال أيضا لرويترز بعد عقد اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة العربية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدرك أنه يتعين عليها اتخاذ بعض القرارات بسرعة، مشيرا إلى التقدم السريع لجماعة أنصار الله في اتجاه مدينة عدن. وأضاف تويلر إن واشنطن وحلفائها في حاجة لاتخاذ قرارات سريعة للحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.